مرحبا بكم أعزائي التلاميذ من جديد، دائما مع المشكلة الثالثة من الإشكالية الثانية في الأسرة والحياة الاقتصادية والسياسية. بعدما رأينا النظم السياسية وكيفية تعامل المجتمع أو تنظيم الاجتماعي اقتصاديا، إذا نمر إلى التنظيم الاجتماعي سياسيا، فالدولة تعتبر يعني من أرقى أشكال التجمعات البشرية. لماذا؟ لأنها فيها وعي سياسي، فيها وعي اجتماعي، ولذلك هناك عدة مفاهيم للدولة، أهمها أنها كيان سياسي يضبط العلاقات بين الحاكم والمحكومين. ومن ثم فإذا كان على المواطن طاعة القانون والالتزام به، فإن على الدولة أيضا واجبات ووظائف لا بد من القيام بها، وهذه الوظائف هي كثيرة، سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الأمني، المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي. فمثلا على المستوى الاقتصادي، توفير حاجات المجتمع الضرورية. على المستوى الأمني، توفير الأمن والاستقرار وحفظ السلم الاجتماعي. على المستوى الاجتماعي، حماية القيم الفردية والجماعية، وتوفيق أيضا من الناحية السياسية، توفيق بين المصالح المتضاربة وغيرها من الوظائف. ومن ثم ما يهمنا في هذا الدرس هو كيف يتم التنظيم السياسي داخل الدولة. إذا الدولة رغم أنها عرفت التطور عبر العصور ككيان سياسي، عرفت نوعا من التنظيم، وهذا التنظيم هو يتمثل في أنظمة الحكم. وأول نظام حكم عرفته الدول قديما ولا زال موجودا هو النظام الفردي، ومن ثم لكل نظام يعني خصائص وصفات. وهذه الخصائص، أولا النظام الفردي، بطبيعة الحال لما نقول الفردي معناه تعود السلطة فيه إلى الحاكم، للا رجل واحد وهو الحاكم. هذا الحاكم طبيعة الحال له يعني السلطة المطلقة في الدولة، هو يمتلك كل السلطات في يده، بمعنى لا يوجد فصل السلطات. أيضا أن إرادته وهي مصدر التشريع، بمعنى أنه هو مصدر التشريع. وأيضا أن في النظام الحكم الفردي هناك لا بد من توفير الأمن والاستقرار للمجتمع. هذا النظام عرف أشكال عديدة عبر العصور، عرف ثلاثة أنواع أو ثلاثة أشكال من الحكم الفردي. أول حكم وهو الثيوقراطي أو الديني، ثيوس ثيوقراطي، تنقسم إلى قسمين، ثيوس وهي الدين، وكراتوس وتعني الحكم. إذا هذا نظام الحكم بطبيعة الحال هو أقدم الأنظمة السياسية. يستمد الحاكم سلطته المطلقة من الإله، ومن ثم كان يعني هذا النوع من الحكم عرف نوعين من أو شكلين من التنظيم. الحق الإلهي، أين كان يعتبر الحاكم نفسه حاكما وإلها في الوقت نفسه. وثم مع تطور المجتمعات بطبيعة الحال أصبح ما يسمى بالعناية الإلهية، أي أن الحاكم له صفات وخصائص تجعله أهلا لكي يكون هو الحاكم وليس غيره. إذا هذا التنظيم، هذا النوع من نظام الحكم الديني بطبيعة الحال لا زال سائدا لحد الآن، فقد عرف العناية الإلهية، عرف عند المسلمين وعرف حتى عند المسيحيين. ثم النظام الثاني أو الشكل الثاني من نظام الحكم الفردي وهو النظام الملكي، وأهم صفة في هذا النظام أنه وراثي، وتكون السلطة المطلقة للحاكم. وهذا النظام الحكم الملكي هو أيضا عرف شكلين، مطلق ونظام حكم ملكي مطلق ونظام حكم ملكي دستوري. الحكم الملكي المطلق طبيعة الحال هنا السلطة المطلقة للحاكم، وله الإرادة المطلقة في تسيير شؤون الدولة. ثم
مع تطور يعني الوعي السياسي وطبيعة الحال ووجود نظريات سياسية، إذا تغير هذا النظام إلى حكم مالكي دستوري، أين يصبح الحاكم أو الملك مقيد بقوانين وليس كما كان في الحكم المالكي المطلق أنه له الإرادة المطلقة. إذا هنا يصبح مقيد بقوانين وتصبح سلطته إلى حد ما مقيدة وليست مطلقة. ثم النظام الثالث الفردي وهو الديكتاتوري، بطبيعة الحال أهم ميزة فيه هي القوة. إذا الأول ديثيوقراطي ديني إلهي، الثاني وراثي، والثالث في بالقوة، يصل الحاكم إلى السلطة عن طريق القوة باختلاف أنواعها، وينتهي هذا النظام طبيعة الحال بموت الحاكم أو يعني بوجود ديكتاتور آخر في مكانه. وأهم ميزة لهذا النظام أنه حكم مطلق، أن السلطة الكاملة والمطلقة للحاكم. ثم النظام النوع الثاني من النظام الحكم وهو نظام الحكم الجماعي أو الديمقراطي. نظام الحكم الجماعي أهم ميزة فيه وهي أنه يستمد الحاكم سلطته من إرادة الشعب، بمعنى أنه قائم على اختيار الحاكم، وثانيا فصل السلطات، وقائم على الحرية. بطبيعة الحال الديمقراطية تعرفون أنها عرفت في بداية التاريخ مع تاريخيا مع اليونان، أين كانت الديمقراطية مباشرة ثم شيئا فشيئا أصبحت ديمقراطية غير مباشرة، أين يختار الشعب من ينوبه في الحكم ويعبر عن سيادته. هذا النظام الجماعي أو الديمقراطي بطبيعة الحال هو أيضا عرف نوعين من الأنظمة، نظام الديمقراطي الليبرالي أو السياسي، ونظام الحكم الاجتماعي أو الاشتراكي. إذن الأول هو سياسي والثاني نقول أنه اشتراكي. أهم يعني ميزة تميز الليبرالية أو نظام الحكم الديمقراطي السياسي وهو تعدد الأحزاب وحرية الرأي والحرية الرأي واختيار الحاكم، بينما الديمقراطية الاجتماعية أو الاشتراكية فتقوم على المركزية الحزبية وبطبيعة الحال والهيئات الحزبية الأخرى التي تنتمي إلى الحزب الواحد، ومن ثم هناك اختلاف بين الليبرالية الديمقراطية وبين الليبرالية والاشتراكية. الحكم الثالث وهو نظام الحكم في الإسلام، بطبيعة الحال هو قائم على الشورى وقائم على البيعة وهذا والولاء، وفي نظام الحكم في الإسلام هو قائم على تحديد السلطات وتحديد واجبات الحاكم، مع أيضا المساواة النسبية في الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكومين. ومن ثم يمكن أن نلاحظ أو ملاحظة هو أن نظام الحكم في الإسلام لا يوجد نظام ديني وإنما ممارسة سياسية. إذا لا يوجد نظام ديني في الإسلام وإنما هي ممارسة سياسية تقتضي تحديد واجبات وحقوق الحاكم والمحكومين. ومن ثم السؤال الذي يمكن أن يطرح حول الأنظمة الحكم، ما هو النظام الذي تراه الأفضل في للدولة؟ طبيعة الحال في الأطروحة الأولى نأتي بالنظام الفردي، والأطروحة الثانية النظام الجماعي، وفي التركيب لكم يعني الحرية، إما أن نأتي بالنظام لنظام الحكم في الإسلام أو نحاول التوفيق بين النظام الفردي والنظام الجماعي. أين نتحدث عن نظام الحكم الملكي الفردي وهو نظام معاصر الذي هو نظام قائم على الديمقراطية، رغم أنه فردي لكنه قائم على الديمقراطية. إذن هذا فيما يخص أنظمة
الحكم. إذا ما هو أو ما هو النظام، ممكن يكون السؤال ما هو النظام الذي تراه عادلا، نظام الحكم الذي تراه عادلا. فبالتالي نذكر خصائص كل نظام وسلبيات النظام، وبالتالي نصل إلى أننا يعني ننتقل إلى عنصر آخر أساسي في الدرس، وهذا العنصر أدرج هذه السنة وهو مهم جدا، وهو علاقة السياسة بالأخلاق. وفي هذا السؤال، وهنا السؤال يكون: هل يمكن أن للممارسة السياسية أن تتدخل فيها الاعتبارات الأخلاقية، أو هل هناك تعارض بين السياسة والأخلاق؟ هل الممارسة السياسية تستدعي تدخل الأخلاق؟ هل يمكن استبعاد القيم الخلقية في الممارسة السياسية؟ بطبيعة الحال هذا سؤال جدلي يحمل طرحين مختلفين ومتعارضين. الطرح الأول وهو يفصل بين السياسة والأخلاق، ونجد من أهم فلاسفته نيتش وميكيافيل. ثم الطرح الثاني وهو العلاقة، لابد من وجود علاقة بين السياسة والأخلاق، ونجد من بين دعاة هذا الطرح أرسطو، كانت وبيرتران راسل. ففي الطرح الأول طبيعة الحال أن يعني لا يمكن لا علاقة للسياسة بالأخلاق، ويجب يعني استبعاد القيم أو الاعتبارات الأخلاقية عن العمل السياسي. لماذا؟ لأن العمل السياسي لا يحقق النجاح إلا إذا كان بعيدا عن القيم الخلقية، وهذا بطبيعة الحال هذا الأمر ركز عليه ميكيافيل حينما قال: الغاية تبرر الوسيلة. فاستقرار الدولة في نظر هؤلاء الفلاسفة يعني لا يكون، ولا يعني حفظ الأمن وضمان الصالح العام يعني أن تعرقله الاعتبارات الأخلاقية، فمن ثم لابد من استبعادها وإزاحتها عن طريق السياسي. وهنا بطبيعة الحال إذا دخلت الاعتبارات الأخلاقية في نظر ميكيافيل سوف تضعف الدولة، وعندما تضعف الدولة سوف تفقد هيبتها وكيانها. ثم أيضا نجد نيتش يعتبر أنه لماذا استبعاد الأخلاق عن السياسة؟ ذلك أنه في نظره الأخلاق من صنع الضعفاء، والحاكم هو إنسان قوي، فلا يجب أن تتدخل الأخلاق. لماذا من صنع الضعفاء؟ لأن الضعفاء هم الذين اخترعوا فكرة الرحمة والشفقة وجميع الاعتبارات الأخرى قصد حماية أو بغرض حماية أنفسهم من الأقوياء. فيعني القيم الخلقية أو الاعتبارات الأخلاقية في نظر نيتش تصبح رذائل حينما تستخدم في السياسة. إذن هي فضائل بالنسبة للضعفاء، ولكنها للسياسي هي من الرذائل. فالحاكم، ونفس الطرف أيضا يذهب إليه توماس هوبز حينما يعتبر أن الإنسان، أن الدولة جاءت لتنظيم المجتمع. لماذا؟ من خلال يعني نظرية العقد الاجتماعي التي قال عنها كيف انتقل الناس من الحياة الطبيعية إلى الحياة السياسية. هذا الانتقال بطبيعة الحال يجعل من أن الدولة هي التنظيم المناسب، ولكن التنظيم يجب أن يزيح كل ما هو أخلاقي. وأيضا الدولة لها القدرة على درء الشر عن المواطنين، وتحافظ على النظام العام للمواطنين. ثم طبيعة الحال استقرار يعني الدولة تحكمها حتى مع دول أخرى علاقات كثيرة استراتيجية. فيجب أيضا حتى في العلاقات الدولية لا يجب استخدام القيم الخلقية.
هذا الطرح طبيعة الحال في نقده نقول أنه يبالغ. لماذا؟ لأن حياة الإنسان ليست يعني مبنية على أساس سياسي خالص، وإنما يعني الاستبعاد الأخلاق أحيانا يؤدي إلى الاستبداد، إلى الظلم وإلى الطغيان، سواء طغيان الحاكم على المحكومين أو دولة قوية على دولة ضعيفة، ومن ثم يعني تسقط القيم الخلقية ولا يصبح لها معنى. الطرح الثاني وهو يدعو إلى العلاقة بين السياسة والأخلاق، هذا الطرح بطبيعة الحال لماذا؟ لأن في نظريهم أن السياسة هدفها الخير والأخلاق أيضا هدفها الخير، إذن أن لابد من توظيف السياسة في الأخلاق، لابد من يعني الممارسة السياسية أن تستدين على القيم الخلقية، لأنها لكي تحقق الخير للمجتمع. هذا لأن في نظر أرسطو بطبيعة الحال غاية الدولة هي تحقيق الأمن والعدالة، ضمان حقوق الناس أو الإنسان، خاصة حقوق طبيعية وحقوق الوضعية لا تتحقق إلا داخل الدولة، فوظيفتها بطبيعة الحال الحفاظ على الأخلاق، وهذا ما دعا إليه كانت. أيضا دعا إلى معاملة الإنسان كغاية وليس كوسيلة، وهنا يخالف ميكيافيل الذي يعتبر أن الغاية تبرر الوسيلة، في حين أن كانت يعتبر أن الإنسان هو غاية في ذاته، و يعني ولذلك دعا إلى أن الدولة يجب أن يعني تبني علاقاتها، علاقة الحاكم بالمحكومين على أساس أخلاقي، وحتى بين العلاقات الدولية من خلال كتابه مشروع السلام الدائم الذي تحدث فيه كيفية تحقيق السلام بين في المجتمع وفي المجتمع الدولي. فقد يعني هذا بطبيعة الحال بالنسبة لكانت. ثم نجد أن ارتباط السياسة بالأخلاق هو الذي يسمح بالثقة بين الحاكم والمحكومين، ويعني ينمي لدى المواطنين الشعور بالمسؤولية. أيضا أن يعني غياب الأخلاق عن المجال السياسي سوف يولد عدم الثقة، عدم الاستقرار على جميع المستويات، وتفقد الدولة وظائفها التي تكلمنا عنها سابقا، وينتج عنه يعني عدم استقرار وإهدار لحقوق الإنسان، فيعني وتصبح الدولة تستعمل القمع، تستعمل يعني القوة. فوظيفة الدولة طبيعة الحال هي وظيفة سامية في أنها تحقق الخير وتحفظ ترعى الصالح العام، وهذا ما تحدث عنه برتراند راسل وحتى بيركسون. نقد هذه الأطروحة طبيعة الحال هو أن القيم الخلقية وحدها كقيم معنوية نظرية لا تكفي لتجعل النظام الاجتماعي قوي وقادر على فرض وجوده، واحترام القانون هو الأمر الذي يؤكد يعني في بعض الأحيان أن القوة تكون هي وسيلة لفرض القانون والالتزام به والشعور بالمسؤولية. التركيب طبيعة الحال بين هاتين الأطروحتين يكون تركيب تدعيمي للأطروحة الثانية. لماذا؟ لأن الأخلاق والسياسة وإن كانتا مختلفتين يعني مختلفتان بطبيعتهما، إلا أن يعني يمكن أن يكون هناك تفاعل بينهما، ذلك أن أجواء الحرية والعدل لا تكون إلا داخل نظام سياسي مبني على أسس وقيم ومبادئ المجتمع. فالفضيلة السياسية لا تكون في مناخ
فيه القوة وفيه الظلم وفيه العنف، وإنما الفضيلة الأخلاقية تكون في جو الاستقرار وجو يكون فيه الأمن والسلم الاجتماعي، والفرد مدفوع بطبيعة الحال من واجباته يعني الالتزام بالقانون واحترام القانون، وفي احترامه للقانون هنا توجد هنا قد وظف قيمة خلقية وهي الالتزام والشعور بالمسؤولية. ومن ثم أي دولة لا تحقق يعني استمرارها واستقرارها إلا إذا كانت هناك تدخل للقيم الخلقية، من احترام حقوق الإنسان، من احترام القانون، من الالتزام بالواجبات، وكذلك الدولة في حمايتها للقيم الفردية والجماعية. إذن هنا هذه القيم الفردية والجماعية هي قيم أخلاقية، ولا بد أيضا من أن يعني يكون هناك العلاقات حتى في مجال الممارسة السياسية بين الأحزاب، لابد وأن تكون هناك يعني نوع من الحرية ونوع من الاحترام. ومن ثم يمكن أن نقول أن يعني الفصل بين القيم الخلقية والممارسة السياسية رغم صعوبته، إلا أنه دعوة إلى الفصل بين السياسة والأخلاق هو يعني ذريعة للعنف وممرر للظلم. ومن ثم السياسي الناجح هو الذي يستطيع أن بطبيعة الحال يحدد يعني يحد من القوة أو يجعل من القوة كوسيلة لتجسيد قوة الدولة وليس قوته كشخص. ومن ثم لابد من ربط الأخلاق بالسياسة باعتبار الإنسان كائن سياسي بطبعه، كما يعني عرفنا ذلك مع أرسطو، وباعتباره أيضا كائن أخلاقي لا يمكنه أن يعيش دون قيم خلقية. وشكرا.